ما تقدرش تتخيل واش نقدر ندير باش نرجع خويا تاع زمان. راني مستعده نفدي خويا بحياتي. راني حابك تحكي لي شويه على جميل الله يرحمه. راسي تتحشى بهاد التصويره. قالت لي حكي ما بديت تسترجع شويه ذكرياتك. هادي ما تكون غير اختي فاطمه. اخي قلت لي عندنا اختنا راه عايشه في ليطرونجي. ما شكيتش. بصح ما قدرتش نتفكرها. هادي جميله. ام رانيا. لا لا حليمه علمتك تشخشوخه وكان يحبها بزاف سالم الله يرحمه. قوليش الله يرحمه بابا مازال عايش. راسي تخويا على كذبت علينا. ما كنتش نكذب عليكم، نكذب على روحي. معناتها واش حكيت لنا كامل عليها ما كاش بالنوم ما تفكرتهاش؟ هادشي درتو على جال صاحبي الوحيد اللي في الدنيا. ما تقدرش تفكر واحد وتفكر كامل الذكريات تاع اليوم ما تفكرش بيهم. رشيد نعرفه مليح، رغم على واش تجوز في حياته عمره ما طلب على اي شيء على اي واحد. ولا راك علينا احنا كيما راك تقول ضيعنا وقتنا ومجهودنا. انت راك ضيعت حياتك على جنة ومهما نديرو ما نقدروش نرجعوا لك واش درت لنا نتايا. ما كناش محتاجين منك تغلطنا. يا قلنا لك نبغوك بذكرياتك ولا بلاش. رشيد من بكري فحل واقف وعمره ما يطيح قدامكم. رشيد عمره ما ضعف قدامنا، كاع اللي جوزو كامل عمره ما بينونا ومقعد واقف معاه باش ما يطيحش حتى يرجع للحاله نتاعو مليحه. شابة هذه داتها نريمة في المسيد. وراهم البنات؟ راهم عند خالهم وسليمة داتها خديجة. خالهم صالح؟ ايه صالح عرضهم للفطور. اسمحي لي. علاش؟ على واش صرا البارح؟ كنت حاب نفرحكم. عييت ما حمدكش ما يلقى لي ذكريات معاك ما لقاش. من غير حاجة على بالي بها أنك أنت شيخة تاع رانيا وهي اللي عرفتني بك. هاد الحاجة على بالي بها قلتوا لي عليها. هذا على خاطر أحمد ما عندوش ذكريات كبيرة معانا. ملي تزوجنا ما شناش. هو لا هي بخدمته وانت بالمصنع. انا اللي نقول لك اسمح لي على خاطر ما عنديش ذكريات كبيره معك واللي كانت ممكن ترجعك لوعيك. صح عشنا فتره قصيره مع بعض قبل الحادث، بصح الشهور اللي فوتهم معك كانوا احلى ياماتي. عمري ما زعفتك ولا قلقتك. صح احكي لي على اخر لحظه عشتها معك قبل ما يصير الحادث. كي سمعت بخبر الحمل. مليح على الاقل واحد فقد التكله تاعو بعد خبر مليح. شوف كنت فرحان. ريما ورانيا كانوا كبار، هذا هو الطفل تاعنا الاول. قولي لي مازال باش تزيدي؟ مشي بزاف. صح قول لي اش راك باغي نطيبك للفطور؟ كيما تحبي. اما دوك نروح نوجد لك الفطور. انا تاني الحال شباب نخرج ندور شويه. مليح روح دور شويه. مش بيك كنزة كنتي تبكي؟
لا كنت نطيب في الفطور، هذا غير بسلبك. راه شربنا خرج، راه في الحومه والبنت راه مع دخاله. عنده بزاف من يخرج. ايه بصح ما تخميش عليه، دوك يولي. انا نخاف يبعد وما يعرفش يجي، علاش تخلوه يخرج وحده؟ خلاص حليمه، ياك شفتي وين وصلنا بخوفنا عليه، وصلنا حتى ولا يكذب علينا. سمحي لي نخليك دقيقه برك نشوف الفطور. عندك الحق، اسمعي ما تقولي ليش بلي هدرتو في هذاك الموضوع. انا ما هدرتلوش، بصح هو اللي جبدو وطلب مني السماح. تعرفيني ما نحبش واحد يحب الزيكلان في النص. كملي كملي واش صار. ما صرا والو، سقساني غيلة ذكرياته معايا وعلى حملي. ايه واش زاد قالك تاني؟ سقساني غيلة اخر ذكرى ليه معايا وعلى فرحته كي سمع بخبر الحمل. بصح انا قلت له نهار الحادث خلاني راكده. بصح ما قلت ليش حليمه شان نجيب لك تشربي ولا نقول لك قعدي تفطري معنا خير. خلاص شفتك من الباركون كي جيتي. واش رايك؟ لا بس انا ما فهمتش كيفاش ضلي واقفه في البالكون. والله والو، عباك قلبي خبرني كون ما نطول من البالكون ونشوف واحد طالع نقول جا لعندي، ونستنى دوك يجي لعندي دوك يجي لعندي نلقاكم كاع رحتوا لدار رشيد. بصح هاد الخطره نقولك صح طليت من البالكون ماشي على جالكم، على جال رشيد نعس فيه. يمن على بالك وين راه؟ كان يباني وبعد خفى على عيني. شوف وين راح مور البنات ومن بعد راه طول. له يعيشكم خلوه غادي يطول ويولي. هاني جيت نلحقك على بالك وخفتي لا تقولي هذاك الموضوع تاع البارح. نعرفك حليمه. وشو الموضوع اللي صار البارح؟ ما صرا والو البارح. بوي خي توعدنا ما نهضروش فيه. ايه وانتي يا خلفتي الوعد. واش قلت انا؟ ما قلت والو. صراو بزاف حاجات البارح. مخ عليك حليمه. خلاص هاكي غلبتيني. تفطري عندي اليوم؟ لا لا عرضتني يا كنزه. روحين عندي سليمة راهي الفوق تستنى فيك حابة تشوفك، واليوم أول مرة تفطر مع رجلها وتجي انتي في وسطهم. في هذه عندك الحق. لا معليش قلتي تفطري ما فيها والو. لا لا صحيتي، راني متوحشة سليمة نشوفها ونخرجها معايا ونجي معاكم. شفتي؟ انتي علاش جيتي؟ كيف راح تحكي لي على رشيد ولا على بالو بالحمل قبل الحادث؟ درك أنا ما نقدرش نعاود نسقسيها. لو كان تشوفي وجهها كيفاش تبدل كي كان راح تحكي لي. اما انا مزيه اللي جيت، خليها في حالها مسكينه اللي فيها يكفيها. وانت وين راكي عارفه واش كاين في راسها؟ امشي امشي نطلع امشي امشي. واش درتي فطور؟ الفول. يا على الفول خليتيني كليت عند كنزه. ما انا نقول لك الشوفير تاعك وهنا. ايه ديني الكويك. واش راكي خالتي ربيعه؟ لاباس. واش راكي كنزه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. باقي راكي وحدك؟ ايه البنات راحوا عند حليمه ورشيد خرج مع حد. بعدا جبت له واحد الدقيق هايل باه ندير له الكسره. علاش تشقي روحك خالتي ربيعه؟ دخلي دخلي تفضلي. الصحه. يعطيك الصحه. يسلمك. ريحي خالتي ربيعه راكي في دارك. اي سلمك بنتي يعطيك الصحه. مرحبا بك زهرتنا بركه. يبارك فيك يسلمك. قولي لي كنزه بنتي واش راه الرشيد؟ على خاطر اياد قال لي بلي بدا يسترجع الذاكره تاعو.
مرة يبدا يتفكر حتى نقوله خلاص برا ان شاء الله. بصح من بعد يعاود يولي كيما كان. بصح حكيمة قالتنا عادي راه يسترجع فيها غير بالعقل. خلاص كي حكيمة قالت لك يبرا ان شاء الله ترجع للذاكره نتاعو. ما قلتي ليش خالتي ربيعة كي راكي انتي كي راهم البنات؟ هاني كيما حب ربي يا بنتي شويه ما تشكريش، مره هاك اما البنات كلاوني عليك يا كنزه بنتي، ديما يقولوا لي يا ماما دينا عند كنزه، يا ماما سلمينا علينا بوسيها. كنزه خبريني وش راكي مع الحمل؟ قريب يسهل ربي ان شاء الله. قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. كنزه بنتي شوفي انا اللي نخدمك تولدي، بالك تجيبي واحد اخر. على بالي خيات الرشيد يرفدوك ما يخلوكش، وشنو على بالك حليمه التي بشغالتها وخديجه بولادها. كنزه بنتي يسجيك انا اللي نخدمك، انا ما عندي حتى حاجه تشدني. ولادي كبروا كي تعرفي، وحابه نقرب من عائله الرشيد، حابه نكون وحده منكم. يسجيك بنتي كنزه، انت قلبك ابيض باينه من وجهك. انا صح غلطت معاهم في الصغر، الشيطان وغرفية، بصح درك اني حابه نرجع معاكم، حابه نولي في وسطكم من عائلتكم. حتى ولادي محتاجين العائله كيفكم، وانا ما عندي حتى واحد نقدر نتكل عليه. علاش؟ واش صرا بينكم وفاش غلطتي معاهم؟ لا ما صرا والو. وشنو على بالك؟ المرت البابات ديما تغلط، وغلطتها ما تتغفرش، ماشي كيما اليمات. سمحي لي بنتي كنزه، ما نقصدش. وش فهمتي؟ على بالي بلي البنات والله ما يلقاو يمات كيما انتي. سمحي لي يا كنزه بنتي، والله ما نعرف نهضر. ما تقلقيش روحك، انا بروحي ما فهمت والو من اللي هدرتي. سمحي لي نروح. خلاص انسي هذا الموضوع، دروك يجي رشيد، هذا هو وقته. مساء الخير. مساء الخير، واش راك رشيد وليدي؟ الله يسجيك، واش راك سامع؟ الحمد لله. نروح نجيب القهوه. لا اقعدي، انا راح نجيبها. راهي واجده، غير نجيبها برك. ايه معليش انا نجيبها، ريحي مع راجلك ريحي. اسمها هذه ربيعة. ايه ربيعة هي اللي بعت لك سلام على رياض. هي بانت لي مرة مليحة ولا لا؟ ايه ناس ملاح. يعطيك الصحة. يسلمك وليدي الرشيد. تشربها بالصحة ولهنا. الله يسلمك. يسلمك رشيد وليدي. يعطيك الصحة على الكسرة اللي بعتيها لي مع رياض. رشيد وليدي عجبتك الكسرة؟ عجبتني. ايه قلت لك نروح نزيد له، نخدم له كسرة واحدة أخرى. لا خالتي ربيعة والله ما تنوضي. ما تشقيش روحك. تشقي روحي؟ يا وليدي يا رشيد انا مانيش مصدقه طلبتني حاجه في حياتك. انا واقيلا نبقيكم على خير. وليدي رشيد تهلا في روحك. كنزه ربي سمعنا عليك ان شاء الله اخبار الخير. نجي نوصلك. لا والله ما تصرى. قعدي مع رشيد. قعدي قام على خير. بسلامة. سلامة.
هنا جات حكيمه عيطت لي في التليفون وقالت لي بلي نجيب سليمه من بعد هي تلحق نتلاقاو هنا من بعد. عيطت لي نحسها كاينه حاجه يا اخي. البارح اللي داتو للطبيب ربي يستر ان شاء الله ما يكونش كاش ما قالها الطبيب على حالك ان شاء الله. تكون هي اسمعوا لازم نلقاو حل. واش قال لك الطبيب؟ اللي قالوا الطبيب راني عرفاتو ما ينفعش معاه الدواء، لازم نعاونوه كامل باش يرجع الذكريات تاعو، لازم حاجه تفيقو. حتى دارنا القديمه وراحت ما بقى فيها ذكريات يشوفها. سمحولي ذكريات كيما هادوك غير ما كان له. لو كان غير بقات كنا هما نحسوا بلي خونا مازالوا معانا. عندها حق، واش من المستقبل اللي يعيشوه هو مقطوع من الماضي. نجيبوا له ربيعه كي يشوفها كلي مش عارفه واش شاف، وهكذا بالسيف عليه يتفكر. حليمه مانيش نتمسخر، انا تاني مانيش نتمسخر. وذرك واش نديرو؟ الذكريات اللي عنده بناته جميله الله يرحمها عنده بزاف هو تما والو، لازم نلقاو حاجه واحده اخرى. شعلني نتمنى يكون واعي نهار كيزيد وليدو. هذا هو المشكل، ما تعرفوش خوكم. مشكل قولوا مصيبه. كيفاش خلى زوج كيف طيلقه ثلاثه؟ حالي ما قلت لك ما جيت مسخر. لازم نلقاو حل. الو رانيا، رشيد كاش مصرالو؟ ما تقلقيش روحك دوك نجي. واش كاين؟ كنزه راح تولد. ماشي قلتي لي منها على ايامات؟ قالت لي طبيبه بلي ولادتها تكون صعيبه، لازم نعسوها. انا نروح. اسمعي سني سني نجي معك. حليمه من بعد الحقينا انت وسليمه. هذا هو الشيء اللي كنت خايفه منه، خلى زوج كيف طن يلقى ثلاثه. راهي مليحه، الولاده تاعها كانت شويه صعيبه، داروا لها اوبيراسيون. واش جابت الطفل كلب بون؟ حكيمه نقدروا ندو دوك؟ مازال حتى يشوفوا الطبيب. راني حابه نشوفها. رانيا راهي عيانه لازم لها تريح. شوفوا روحوا لاشونغ دوك نجيب لكم بيبي تشوفوا. تجيبوا حكيمه ايش بدي تشوفيه؟ لو كي تجيبوه. انتي ما تقلقيش. لا لا انا راني حابه نشوفه. يا عمري ما شاء الله. يا عمري ما شاء الله. خليها تشوفوا ريما. شوفها بصي خويا ريما. شبه ريما. شبهها. قالك سلام شفتي تلك. تيمبوسي يا عمتو حليمه. لا قال رانيا خلوني نقعد. قلت لك شبهها ريما والله غير شبهها. وعينيها عينيها يا عمري. دوك دوك رانيا حتى يشوف الطبيب غدوه ان شاء الله تدوه. حكيمه كي تفطن قولها ما تخممش عليها، انا نقوم به. انا نقوم به.
ما تقدريلوش رانيا، مازالو صغير. انا ندبر راسي به. خلاص ندوه الدار باباه، وانت راكي تسكني قدامهم هكذا تعاونك. بابا شتو المزيود لازم يرقد بزاف. هاي بلي يرقد معايا ما بيت تجي ماما كمان. كيما تحبي صح روحي تي يرقد. ماشي دراك مليح. شتي شحال شباب. والله غير يشبه لك راشيد. شفتو؟ شحال يشبه لك. احنا خياتك ما نخلوكش ما تنساش خدمت علينا في صغرك وكبرنا تحت جناحك دير في بالك باللي اعز حاجه لينا في حياتنا هو انت خونا انا معاك حبيبي ما نسمحوش فيك ما نسمحوش في ولادك ربي يخليك لينا حليمة هيا نروحو نشوفو رانيا مازالها صغيرة نشوفو داك الطفل مد لي يدو براقة اللي عليها رانيا خليه يريح شوية لازم يرقد يا أخي قلت لك عبالك كيما انت يا كزتين كنتي كل خمس دقائق تفطني وماماك مسكينة فرحانة بك الحمد لله ربي عوضك بمامات كيما كنزة نخليه شويه يريح يا ماما يا بابا رانيا بالك عليها خليه يرقد كيما قلت لك ما تعيش بزاف ما تخاف انا رايحه نشوف الاولاد ونجي صح هيا حليمه من بعد هيا أنا تاني هداك هو روح نجيب مهدي ونرجع نبات معكم هاي ماما خلاص رانيا خليه يرقد كان ماشي أنا
كان ماراكش هنا. سليمة والله ما درتها بالعاني. سليمة والله ما درتها بالعاني. ما كانتش عم بالي بلي راح يصير له هكذا. والله غسيت سلك بشعر. لو كان زاد شويه كان يطيروا له الليف بلاك دو فيلم بلايسو. وعلاه؟ لو كان دار اكسيدو يموت؟ ما يموتش. بس احنا نضمن لك باللي يجوز يامات في السبيطار. ما عرفتش باللي يصرى له هكذا. قلت نعاون ماما كنزه باش ولا شافها تلتها به ما يقولهاش تهبط لبيبي. لازم نهضر معاك. ولا جيتي باش نهضروا على الموضوع تاع كنزة غير ما كانها. خديت القرار ديالي مانيش قابل هذا الحمل. علاش بابا؟ يا بنتي عاهت نفسي وعاهت يماك ما نقبل حتى طفل مرة واحدة أخرى. بصح احنا رانا حابينو. رانيا مازال كي صغيرة على هادشي. مع من جيتي؟ جيت مع خالي. وراه هو اللي تحته. راح يدوك نجي. رانيا نحبك ولا غنحبك بنتي بصح ما نقدرش نزعف يماك عادتها. نجي العشية نلقاك تخلصتي منه. ممكن زا قالتنا ندير أي شي باش نقعد معاكم. سليمة خفت. سليمة خفت. خفتي صرا لها كيما ماما. خفتي صرا لها كيما ماما تروح وتخلينا. خفت تموت. سليمة خفت. لا جميل تعيشي ما تشربيش. لا لا يا سليمة لازم. رشيد حلف لو كان ما نلقاش حل ما يزيدش يرجع. وانا ما نقدرش نخليكم. رانيا ولا ما نقدر نديهم معايا. بصح انتيا ما نقدرش نخليك محال. Mm-hmm.
توا بدا يخدم. روحي ما تقلقيش روحك. الدراري نعمة من عند ربي، وهذه النعمة لازم تفرح بها. الله يرحمك صح دولت نعمة من عند ربي. اسمحي لي يا جميلة، اسمحي لي يا كنزة، اسمحي لي، اسمحوا لي. ارتحتي شوية؟ أنا مليحة الحمد لله. وش اسمها؟ كما تحب. كي كنت صغير كنت متمني يما باش تجيب ولد غير باش نسميها عبد الله، واليوم الحمد لله مرتي جابت لي عبد الله. رشيد مع من جيت؟ حكيمة هنا اللي علمتك تمشي، وكنت نديك المسيد غير باش تولد بيبا. دوكا تقولي لي مع من جيت؟ جيت وحدي. الحمد لله يا ربي. وحشتك رشيد. شوف وليدي خديجة. السلام عليكم رشيد. فرا حليمة نعمل على حليمة. شكرا يا رب. الحمد لله الحمد لله. حليمة عفو الله أنتي أرانا شحال توحشتك يا بنتي، شحال توحشتك. بسم الله بسم الله. هذا اسمه عبد الله. عبد الله سيدا. ما كيف ذا بشوية عليه بشوية بشوية. هذه نعمة من عند ربي بارك عليها. يا احلى وحبه يا 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 يا
الرحيم.